اتأخرت ليه طيب؟ اتأخرت ليه؟ أنا أكيد زمانها اتقفشت. أنا حذرتها. ربنا يستر. المصيبة لو جبت سيرتي في التحقيق، نهار أسود عليها ولا سنين سود. طب أنا أكلمها أو لا، ما زمانت الحكومة مراقبة التليفونات. استر يا رب، استر يا رب. يبقى إحنا دلوقتي عندنا ثلاث قضايا مفتوحين وهم دول اللي عليهم الكلام. قضية عماد وصفي بتاعت البورصة، وقضية الشركة الأهلية للمطاحن بتاعت فؤاد سر، وقضية وزارة النقل، ودي اتفقنا بقى إن إحنا هنستبعدها عشان ده أصلاً مش أسلوب الدولة. أنا مش حاسس ولا قضية من دول هيوصلونا لحاجة. بعد كل الشرح والتعب ده، أنت أحبطتني يا باشمهندس. في حلقة مفقودة لازم نوصل لها، مش هنوصل لها بسهولة. احنا فعلا محتاجين وقت. بقولك ايه، كفاية كده النهاردة، قوم شيل يلا السبورة ديت وامسح اللي عليها لحسن لو مؤنس جه بكرة ولقاها يعمل لنا حكاية. ماشي، وبكرة خلينا نتقابل هنا في نفس الميعاد. تمام. اه بس انا بكرة مش هاجي لوحدي. مالها هتيجي مع مين؟ حمدي. لا، كلاب لا، عيب. انا مطور محترم. يا لهوي، ده بيتراب من الكلاب. انا لازم امشي. بكابوس ده بيتراب من الكلاب؟ ده لو اتاوب هشفطهم. الحاجه دي تمام، مستنيك كل مره بقى. مساء العسل يا فارس بيه. اتغيرت المكان ولا ايه؟ دواعة أمنية بقى. وانت بيهمك يا عمهم؟ حرس ولا تخون يا فارس باشا. المهم جاهز. مرع دايما جاهز. المهم استاف مية مية. نمبر وان يا ريس. حبيبي. ميت ميس عليك. صباح الفل. ايوه يا فارس، انت فين؟ هقابلك في نفس الحته.